السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رايد. مقطع جديد. قبل كل شيء لا تنسى زر اللايك والاشتراك وفعل زر التنبيه. اليوم نلعب منقص بس بطريقة ثانية تكون واقعية أكثر. إذا قربت من الشخص تسمع صوته تقدر تصل مع بعض، لكن إذا بعدت يروح الصوت. ما ودي أطول عليكم، خليكم مقطع إن شاء الله تستمتعون. الله يسعدكم. زلمي شفيك؟ زلمي تعال شفيك؟ ما عندك هنا؟ ما عندك تضبط شيء هنا؟ قفطتك يا بارد الوجه؟ قفطتك؟ قفطتك القاتل؟ يبي يلحقني، يبي يلحقني، يما يلحقني. لا تكذب انت يا الكذاب. انا ليش ما تخلص التاسكات؟ طيب الابيض امبوستر شباب. صدق يما يا اخي الابيض ما يطمن. الابيض مدري تحركات غريبه. الابيض رايت تايم ما شوي. لا والله اني ادري، ادري والله بالزلمه. اي اقفطك فطي. ايوه ايوه اقفطك فطي. طيب يا اخوان عين رايت كان يصارخ يا اخي. واضح يا اخي صوته على الزبده. بقول لكم كان جثه، يا جثه في الشيل. دخلت لقيتها عين رايت صارخ، بس ما ادري مين كان. رايت صارخ اكيد بصارخ. يعني انا ايش بقول؟ رايت صارخ، رايت صارخ. طيب وش بسوي يعني؟ وش طيب صرخ؟ طيب مين شافني؟ احمد، احمد شافني. بس على ابو براء لكن اتوقع انه الامبوستر. زلمي زلمي شوفوا الدربكه اللي فوق راسه، تشوفون واللي بده يتعدى. يا سلام يا سلام. اوكي الامبوستر سبك. جيزي عندك شيء تدافع فيه عشان نصدق؟ انا شاك بجيزي بصراحه. هذه زي والله شاك فيك بالصد. احس ان حجتك في البدايه على ابو جيزي. شاك يعني مين يا جيزي؟ رومكس من يقول جيزي. جيزي الوحيد اللي يعني كلامه منطقي. يا هلا سؤال يجيني كيف كلامه منطقي؟ لا لا جيزي انت تسوي مهمه واحنا بنموت. صدقني هو شوف شوف هو ما في دليل بس شعور يا شايفين. اطلع يا زلمي. اطلع يا زلمي. زلمي بتسمعني الحين؟ اطلع. ابداه قبل شوي طلع جيزي. حمزه ليش سويت سكيب؟ حمزه والله ها. ايوه ليش؟ قول ليش تعترف ولا لا؟ اسمع اسمع تعالوا. عندي فكره، عندي فكره، عندي فكره الان. تمام تعالوا حرامي وحمد. تعالوا 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 خلوكم معي، خلوكم معي، تعالوا خلوكم معي. لا تفكروا، تعالوا كوميونيكيشن، تعالوا كوميونيكيشن. لا اما تطلع، اما تطلع يا احمد انت بالحلقه الاخيره. العرومكس يا اوه انا يا ريدك. صوت 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 على مين؟ ريدك شو يلعب؟ قتل قدامي اس اكس بي. تدري شو حسبته يا عيال؟ صار حسبت ان معانا رابع مات. شكلك يا رامي زيدي يا رامي. خرب بيتك والله جيدي والله. يلعبون على شخصية الواحد. يما الزلمات فازوا. هذا سكن اسمه رمضان كريم. هون سكني سنري لي 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 لي. والله العظيم اني مقبول. لكن مو بحظ انت. الهروب الكبير، الهروب الكبير، الهروب الكبير، الهروب الكبير. ما في لاعبين واجد هنا ما شاء الله. الو من ذا؟ لا بتقول من يقول رايد؟ الو يا عيال، يا عيال في واحد ذبح بيننا. شفت يا رايد يا الابيض؟ يا واحد منهم متاكد 100%. والله لا عندك رايد الابيض. يا رجل من اللي يقول رايد؟ دقيقه ما تلمي علينا. هو يا حمزه يا الثاني اللي سولف ذا؟ يا حمزه يا رايد. يا عيال انا تحركت. مو بانا يا بارد الوجه على طول. حمزه يا حمزه الثاني. اذا مو بحمزه الثاني شو اسمه؟ انا متحرك، انا متحرك بعد كذا. يا عيال اذا حمزه اخواني يا عيال انا يا عيال يا عيال طم الفتي. دقيقه اللي صوت علي ترى اخوي حمزه زين او اخوي الثاني. ام القهر ام القهر لو اني موجود يا عيال. يا الله ايوه يا بارد الوجه. يا الله شكله هو اللي ذبح. ذابح يا الله هو شكله. يا عيال شكله هو اللي ذبح يا عيال. ما اتوقع انه هو يا احمد. اتوقع مين يا عيال؟ حمزه طلع ظلم. والله العالم قاعد تنبل مليون مره. يا عيال ابي اتكلم دقيقه بس. هي يا عيال احمد يقول يوم دقيقه دقيقه صوت 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 دقيقه. يوم طلعنا قبل لا يبين اذا حمزه امبوستر ولا لا، ليه رايد قال لي سويت عليه ترى خويه الثاني؟ وشلون ترى خويه ثاني؟ يعني معناته انه انت تدري انه امبوستر، معناته انه هو خويه. قلت اذا مو هو الثاني يا حمار يا ابو الكبير. يلا رايد يلا. انا عن ام القهر يا عيال. حمزه انا اسف، حمزه تكفى، حمزه حمزه سامحني. دقيقه طيب دقيقه قول لا اله الا الله. هي ترى انا اللي ذبحت والله يا حمزه. يقطع ام القهر، يقطع ام القهر. هو ذبح انا ابو شايف.
رايد لا تسوي مجن. تبي اذبحك علمي، تبي اذبحك رايد؟ ايه رد. ايه اذبحني. اتمنى من الله ان اكون امبوستر، اتمنى من الله. ابراهيم بالله عليك بالله اسمعوني. طيب يا جماعه جماعه الله يرحم لي والدينكم، لا يصير الان اللعب كله شخصا عشان الجيم هذا. لا 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 احمد عادي عادي فون يا عيال. والله عادي والله. يا عيال وشو قاعدين يهربون مني في الجيم كله؟ ماني قاتل يا يما. قاعدين يهربون كلهم مني، قاعد يوقف شرخ معاي. اروح للبارك يهرب، اروح للريدكس يهرب، اروح الفيلم يقول بعد مني انت تقدر بخويك. اقسم بالله اني انقهرت، ما حد يكلمني والله. اروح للحظه رايد اتفكر هذا. ها ها وش رايد؟ وش رايد يا برد الوجه؟ يقول رايد تبيني اروح معاك؟ يلا دز امه بس بلحقني بيذبحني. رايد سكنك اسطوري والله حبيبي والله. سكن امبوستر كنا رمضان ذا. رمضان وهلا خاف اني قاعد امشي مع امبوسترين. هي وش فيك تقول قبل شوي لعبك يضحك؟ قهرتني انا اقول لكم. من هذا ريدك سادكس يما. يا بدر يرحم امك. لا بدر يرحم امك. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام. لحظه من اللي كانوا معاي في الالكتريك؟ انا بس النظام رومكس مره ولا احد يتجرى يصوت عليه لانه معاي من اليوم. لحظه دقيقه حمزه ورومك ورايد وانا إيه؟ كنا سوا في الالكتريك. يب خرجت سيد داونلود وهم دشوا علي. إيه انا كنت سيد داونلود وهم دشوا علي. طلعنا من الالكتريك نحن ثلاثه مع بعض، رايد ورومك خاوين بعض ولا واحد فيهم مات. اوكي حمزه ظل في الالكتريك قاعد يسوي بسم الله. ريدكس وين كنت اسالك؟ منو لا يا ابو شايع ما موتتك عندي انا. شلون دقيقة هو ما يسمعوني الحين؟ تسمعوني يا اخوان؟ يب يب. طيب اوكي لحظة انا ضامن ثلاثة. ريدكس وين كنت؟ من هالقتلة انا كان من هالقتلة مع رايد ورومك. 2000 years later ورايد يشهد لي بذلك. وشو؟ وانا مواطن. نعم اللهم معينهم اللهم معينهم يا رب العالمين. يما تكفى ريدكس تكفى خليني اعيش شوية. يما تذبحني يا عيال. هذا جيزي بريء. رايد خليك قريب تكفى. ما عليك زلزل. رايد تكفى خليك. ما عليك ما عليك يلا خلص. ابو شايع وينه؟ بنضرب اجتماع شربي ضربت. ايش فيه؟ منبه مات موجود. ما مات. هي وشو؟ وش السالفه؟ خلاص كب بس تفقد الحوار الرعي. بسم الله وعلى بركه الرحمن نبتدئ هذا اليوم. ابو شايع ابو شايع تسالني يا لا قاتل على طول. يا ويلهم مني. يا رايد بيقتلني بارد الوجه. وش رايد بيقتلني؟ اسمع حمزة بوستر يجي. طيب حمزة بوستر عيال. حمزة بوستر عيال. رايد حمزة بوستر. حمزة بوستر. تم 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 تم. ايوه يمه. طيب دقيقه. وعليكم السلام. تم مباشر على حمزه. يا سلام عليك. قدامنا انا وراك. اه ذبح شنق. يا ذبح شنق بارد وجه. ثلاث بس الله بالعافيه. ما كذا 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 ابيك تثق فيني. طيب تاخذ لي البطاقه تاعتها. واثق فيك انا. يلا واثق فيك مره. يلا 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 زيد زيد اذبح اذبح زياد اذبح زياد زيد يلا وين 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 تكفى يا عيال. يا عيال اسمعوني هلا انا ام القهر. اماكنكم
اماكنكم طلع رومكس على رومكس طلعوا بس قال لك اماكن اخو رود دابح قدامي ابغى اشوف ايش يقول ايش رايد مضمون زاحف رايد دابح قدامي يا عيال يا رجال خرب اللعبه يلا طلع اللي بعده رايد يا ورد الوجه زياد يا ويلي الغبنه يقهر يا ويلي يا صدقوني زياد رايد رايد وجيزي رايد وجيزي اسمعوني 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 طيب اسمعوا عندي لعبه لعبه شو نسوي كيف نخرب على نخليه يطفش القاتل مع بعض مع بعض اي مع بعض زين يلا يلا يا رايد برد وجهك مع بعض قاعد يغر الو ذبح قدام دقيقه من ذبح انت يا رايد فاز فاز فوريز يلعن ام الغبنه يا عيال كان اسمك انك بتصوت علي وصوت على فوريز يا رايد رايد الو انت صادق وتطقطق تكفى قلت لك بتجره تحريات الاستاذ زيد تقول في الراوند الاول يوم جيزي اكتشف حمزه رايد كان متلعثم بعدين رايد يعني كان متردد يعزز له بعدين الو كذا استجمع قواه وعزز له فتح برا لا كبير مساحه وسيعه يلعن ام القار